ومن بعد؟ لا يتحدث كثيرا وصعب في المعامله. بصح علاه راك تحكي لي عليه؟ فابروس زيملوي سينا задержался. И что если ты не закончишь это через неделю, тебе вернется отдать деньги. كيفاش؟ كما سمعتها تماما. القضية تأخرت كثيرا. تأخرت ولا لا؟ لا هذه مش مشكلة تاعي أنا. لا بالنسبة له أنت كذبت علينا. Ты нам заставил подписать контракт на основании того, что ты владелец этой земли. Но ты сейчас не можешь доказать этого. Твой вопрос о Марам его не волнует. Так, да? Мелана, я говорю, что مشكلتي مع عمر تعنيه هو ثاني. هكذا. مش مشكلتي. ماشي انتوا اللي رحتوا عاودتوا شريتوا الجروب من عند لونسان كومباني روس؟ ولا نزيد نفكرك انت اللي جيت حوست عليا مانيش انا. شفيت في الريستورون مع كريم تفهمنا على 15% وعندي لي كونتر انا. ما انا نقول لك حاجه هو اللي راح يتحمل المسؤوليه مانيش انا. بالنسبه لعمر نحن على درايه بالموضوع. Но ты не единственный наследник этой земли. И ты не можешь нам доказать, что твой брат мертв. И тебе нету ни одного документа этого доказать. غادي واش؟ هايليك الوكالة الأصلية. هل هذا إمضاء؟ من مصلحتك أن يكون ميتا حقا. если это не так, у тебя будут большие проблемы с нами. И не только с нами. وبالحكومة الجزائرية أيضا. если ты хочешь мне что-то сказать, скажи это сейчас. А то я не забудь, я твой единственный и последний друг в Москве. Дмитрий, ريح. Я слушаю тебя. هذا الإمضاء مصور وأنا عرفت نخرج الوكالة الأصلية من البلدية. тебе придется вернуть деньги ему деньги сейчас. شرف راه عايش مازال حي وراه بنا في الجزائر. أنت في مزق يجب عليك أن ترد له الأموال. إين أنا شرف هذا ما على باليش من باوين راه وراه مخبي دابيا رجع له دراهمه. أنا لا أتكلم على أخوك، أنا أتكلم على المسؤول الجديد. ему все равно по поводу денег. ему твоей смерти будет недостаточно. ты мне понял, فاضل؟ إيه راح نجيبه من الدراهم هذوك كل ما عنديش، نهضروا على دراهم كبار. خالد،